أنني أتصور أن كثيرين ممن كانوا يخشون ولا يزالون هذه الدروس وفاضت عقولهم ولله الحمد يقينا بمبادئ العقيدة الإيمانية، ولربما وهذا أملي أن هذه العقيدة قد أيضا انتقلت من اليقين العقلي إلى الهيمنة العاطفية، لكن كثيرون هم الذين سيقولون يعني إيماننا هذا حملنا أوقارا من المسؤوليات ضخمة، وربما قال قائلهم يعني أنا أجدني عاجزا عن حمل هذه المسؤولية، يعني عندما بدأت حضوري في هذا المسجد كنت أمارس حريتي كما أشاء، ما أشعر أن هنالك من يحملني أي مسؤولية أو يضيق علي طريق الحرية، لكن الآن بعد ما انتهينا من هذه الرحلة رجعت فعرفت أنني مسؤول وأنني ينبغي أن أسير في طريق لا أنحرف فيه عن منهج القرآن لا يمنى ولا يسرى. هي ثمرة العقيدة، مثل ما حكينا الحاكمية في كل الأمور لله، حاكمية الله بحق نفسك لله وبحق أسرتك بحق مجتمعك كله لله. يقول وأنا والله يعني متعود على أن يكون حر، متعود على أن يعني أتصرف في هذه الدنيا كما أشاء، الآن ينبغي أن أقيد نفسي وأن أسير طبق المنهج الذي أراه في كتاب الله عز وجل، هذا حلال افعله، هذا حرام لا، هذا واجب ينبغي أن لا تتركه. كيف السبيل إلى أن أستطيع أن أتفاعل سلوكيا مع مبادئ العقيدة التي آمنا بها الآن؟ كثيرون هم الذين يسألون هذا السؤال، يعني هو الآن يعني يوشك أن يدخل في مرحلة الازدواج الشخصي، يعني من حيث فكره وعقله مؤمن بالله تماما، مؤمن بأنه عبد لله، مؤمن بوجود الله، مؤمن بحاكمية الله، مؤمن بكل ما قلنا. من حيث السلوك تعود على أن يكون حرا طليقا يفعل ما يشاء، يحاول أن يضيق على نفسه ويقيد يعني الأمور كما أمر الله عز وجل، يجد عنة وشدة. هون هو مهدد بأنه يقع في ازدواج شخصية. كثيرون هم الذين يعني يسألونني ويقول طيب ما السبيل؟ طيب أنا هلا والله يعني بريد أن يكون مستقيم فعلا، وآمنت بالله، أنا مؤمن تماما، لكن أنا ما أستطيع، متعود أنا ووضعي وحالتي وإلى آخر ما هنالك. ما الجواب؟ أقول لهذا السائل أولا كلنا ذاك الرجل، لست أنت الضعيف في مجال تنفيذ أوامر الله والابتعاد عن نواهيه وغيرك قوي. نعم كلنا إن عدنا إلى الوضع الذي أقامنا الله عز وجل عليه، التركيب البشري الذي شاءه الله لنا، كلنا ذاك الرجل. نعم الباري يقول وخلق الإنسان ضعيفا. نعم وما من إنسان هدي إلى الله عز وجل إلا وشعر بهذا الإشكال، نعم الإشكال بين اليقين العقلي وبين مقتضى هذا الإيمان أو هذا اليقين من حيث السلوك. طيب ما العلاج؟ العلاج شيء واحد، هو أن تشكو هذه الحال التي تتحدث عنها إلى هذا الإله الذي آمنت به، شكو له. نعم قل له هذا الكلام تماما، وأنا ذكرت معنى هذا الكلام في آخر كتابي هذا الذي كنا ندرسه، في ساعة معينة صافي ما في بينك وبين رب العالمين أحد، ناجيه بهذا الكلام، قل له يا رب الآن آمنت بك وعرفتك بعد أن كنت جاهلا،
وارتفعت الحجب ما بين عقلي وبين ذاتك العالية، فأنا الآن مؤمن بك ومؤمن بكتابك ومؤمن برسولك وبرسولك وأنبيائك، وأنا أريد أن ألتزم بما قد أمرتني به، لكن أنا ضعيف، أنا محمل بأوقار من الشهوات والأهواء والرغائب والغرائز، وأنت اللي حملتنيها. نعم، كيف بدي أعمل؟ دوائي عندك، وأنت الذي ابتليتني بما ابتليتني به. التجئ إلى الله واجعل من هذا الالتجاء ورد دائم. نعم، سوف تجد النجدة القريبة تأتيك، وبلطف رباني كبير يقلب الله عز وجل ضعفك قوة، ويحيل وحشتك من الجو الجديد الذي أنت فيه إلى أنس، ويجعلك تستوحش من ماضي حياتك من الأيام السابقة، وتقول الحمد لله الذي أنقذني من ظلمات ذلك التيه الذي كنت أتطوح فيه. نعم، هذا هو العلاج الذي ينبغي أن تلتجأ إليه، لا أنت فقط، أنت وكل الإخوة، وأنا أيضا في مقدمتي، الناس جميعا. ذلك لأن الله عز وجل هو المعين، وإذا الباري سبحانه وتعالى تخلى عن الإنسان فهو كتلة ضعف، لا يتأتى منه شيء.